لكن قبل ما اتكلم فيها عندنا بقى تحدي غايه في الاهميه امام فريق بيراميدز يوم السبت ان شاء الله. مباراه مهمه جدا جدا جدا، هي طبعا مهمه عشان ما فيهاش تعادل، يعني طبيعي ان انت تكسب عشان تصعد باذن الله، لكن فريق بيراميدز فريق جيد قوي، وده ظهر من خلال مباراته الاولى مع بطل الكونغو في بطوله الكونفدراليه في الدور التمهيدي وكسب 4-1 في هذه المباراه. بخلاف النتيجه عندهم عناصر مميزه من الصفقات الجديده والتدعيمات اللي قدروا ان هم يدعموها. هتقول لي هتقارنهم باللعيبه اللي مشوا؟ اللعيبه اللي مشوا طبعا افضل، لكن لما تعمل فريق متكامل بلاعبين مستواهم جيد جدا فالفريق ده هيبقى متعب، طبعا هيبقى متعب. فمهم قوي ان شاء الله باذن الله ان احنا نتخطى هذه العقبه في هدف مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهو الفوز ببطوله الكاس. عشان تكسب هذه البطوله تتخطى دور تلو الاخر بشكل مميز. اصعب خطوه اعتقد في وجهه نظرنا يعني في الحقيقه، وممكن تكونوا حضراتكم تتفقوا معانا، هي خطوه مباراه بيراميدز في دور ال 16. تكسب باذن الله تستكمل مشوارك وتحسم بطوله الكاس باذن الله، وانت قادر على كده جدا 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 في ظل توافر عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين في صفوفك. فالمباراه دي ليها اهميه طبعا خاصه، وكل المباريات في الحقيقه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن المباراه دي عشان مباراه كاس تكسب باذن الله تصعد. لا قدر الله تعرضت للهزيمه هتخرج من بطوله الكاس، لكن باذن الله كلنا ثقه كبيره جدا جدا في الجهاز الفني واللاعبين، بالتالي الاستعداد لهذه المباراه بمنتهى القوه. والفريق استأنف تدريباته بعد ما خد راحه يوم واحد بعد مباراه اطلع بره، استأنف تدريبات امبارح، تدريبات كانت مهمه، في استمراريه طبعا للتدريبات النهارده وبكره كمان، وهيكون في معسكر للنادي الاهلي بدايه من يوم الجمعه، معسكر مغلق في برج العرب. المباراة هتقام طبعا على استاد الجيش ببرج العرب، مباراة غاية في القوة والإثارة والمتعة، وبإذن الله النادي الأهلي يكون موفق.